عم ابو نبيل، عرفني على اسمك، 4 مقاطع. محمد إبراهيم جبريل الخطيب. من أي بلد البركة؟ دير النخاس. مدارس، كان في عندكم مدارس؟ مدرسة، غرفة واحدة. أها، غرفة واحدة. غرفة واحدة المدرسة؟ آه. طب واللي بالصف الأول والثاني والرابع؟ كان ينزل على بيت جبريل. أنا نزلت على بيت جبريل. شو درست في بيت جبريل؟ درست الصف السابع. في بيت جبريل؟ آه. طيب المدرسة وين كانت في البلد؟ في وسط البلد ولا في أي حارة؟ في بلدنا؟ آه. كانت غربية البلد، جنب محل اسمه العبور. أيوة. جنبه هناك المدرسة. غربي البلد نعم على الأخير. أيوه أيوه. مين كان مدير المدرسة؟ مين كان الأساتذة؟ والله عاد أساتذة، إحنا تركنا المدرسة ورحنا على بيت جبريل. آه، اللي درسوك أنت مين؟ درس المدير كان من دار رمزي، من دار قطينة. آه. آه. ومن بيت جبريل كان كمان مدرس يدرسنا. مسجد، كان عندكم في مسجد في البلد؟ في البلد؟ آه. في مسجد، مسجد صغير، غرفة. آه. غرفة واحدة. تروح تصلوا فيه وتروح؟ آه، من جنب دارنا حوض ال الجامع. في مؤذن وفي إمام إيش؟ المسجد في مؤذن وفي إمام؟ في إمام، الإمام عم الخطيب. عمك؟ اه. طيب في كان عندكم مركز صحي، عيادة صحية؟ لا، ما كان فيه. اللي بده يتعالج وين كان يروح؟ إلا بيت جبريل. اه. يركب حمار العزك وينزل إلى عني أوجع عنه إلى مرض، ينزل على حمار. طيب كان في سوق في البلد عندكم؟ لا، ما كان فيه. دكاكين؟ دكاكين فيه. آه، مين أصحاب الدكاكين؟ لكن واحد اسمه اسماعيل عرب. اها. في دكين. مين كمان كان؟ ملحمة، حدا كان له ملحمة؟ لا، في كل يوم وكل اسبوع واحد يذبح لحمة، يذبح خروف، يوزع على الناس. وصف لنا كيف كان بيتكم في القرية. كان بيتنا 3 بيوت على الخشب، خشب وفوق الخشب طينة. أه. طين مخلوط بالتبن. أيوة. بحبوح عيش الحيط من فوق وما بدلف. أه. عندنا مغارة في الدار، مغارة 3 غرف جواها، مغارة عجوان الروم. نعم. كلها طاقات 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 طاقات، كلها ما فوق ما صارت على الدائرة طاقات. وكان في منفذ ينفذ على مغارة أبو زيدان. من نفس المغارة؟ من نفس المغارة. ينفذ على مغارة أبو زيدان، محطوط في شباك حديد حلقة صغير. فاصل يعني؟ آه. نعم. طب هاي يعني كنت تناموا فيها المغارة؟ لا، المغارة كان اللي يدعو انه عني يقعد في المغارة عشان عتمة. اها. المغارة 3 غرف على الشمال وعلى اليمين وعلى القدام، 3 غرف. يوم نروح للبقر من الزعقوقة يشردوا نخش في المغارة. في طاقة المغارة فيها تبن، وفي طاقة وزق البقر فيها. بشردوا من الزعقوقة وخشن فيها. طب عندكم وثائق في الأملاك وفي الأراضي وفي بيتك؟ وثائق يعني كواشين؟ والله ما في كواشين. ما طلعته؟ حجة أرض؟ إذا سمحت الفرصة، سؤال مرة ثانية، إذا سنحت الفرصة إنك تهيأت الظروف يعني وقالوا يلا بدنا نرجع لكل واحد عقريته، بترجع؟ آه.
أرجع لو مشي حجري. بتحن للقرية؟ نعم. بتحن لها القرية؟ آه.